السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اخباركم ايه يا اصدقائي الروحانيين؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل صحة وحال. موضوع النهاردة ضروري قوي، لانه في رسائل جدية جدا معينة من النورانيات العلوية لاي شخص حابب الروحانيات او دخل طريق الروحانيات. طبعا الرسائل دي بيبعتوها ليكم عشان هم فهموا خلاص ان طاقتكم او طبيعة شخصيتكم روحانية، او بيحببوكم في الطريق الروحاني لان هم شايفين ان ده الافضل ليكم، وان طبيعتكم مش هتتوافق مع المجتمع البشري والبعد التالت العادي. طبعا ده مش معناه ان انتوا هتبقوا يعني في عالم تاني غير البشر، لكن هيخلوكم مميزين وبتتعاملوا مع الناس اللي شبهكم في الصفة الروحانية. الرسائل دي بتختلف من شخص لشخص، لكن في رسائل عامة وبتكون معروفة وثابتة وشبه بعض عند الأغلبية. من أهم الرسائل اللي بتيجي للروحاني في مناماته الجلية أو إسقاطاته النجمية هو سفره في الطريق، ويكون الطريق ده يؤدي إلى مكان مقدس، يأما بقى مسجد، يأما مكة المكرمة، يأما المسجد النبوي. المهم الطريق ده يؤدي إلى مكان روحاني قوي في المنام وفيه طاقات جمعية نورانية، ودايما الروحاني بيشوف المنام ده من فترة لفترة. لو الروحاني ده لسه مبتدئ ومش متعمق قوي في طريق الروحانيات، بيعتقد ان الطريق ده للوصول الى امنياته. لكن لو روحاني بقى محترف وبقاله فترة كويسة كده، مثلا سنة او سنتين، وبيفهم كويس، هيلاقي ان الطريق ده معناه انه قرب يوصل للمرحلة الاكبر من التطهير الروحي ومن الوصول لدرجات عالية من الروحانية اللي هتخليه مختلف تماما عن الاخرين، وانه هيوصل لكرامات معينة في باله، او هيكون معاه قدرات تانية مختلفة برضو عن الناس اللي حواليه. تاني رسالة، ودي رسالة مهمة برضو جدا وهي ممتدة للرسالة الاولى، انه ممكن يشوف في المنام الجلي او المنام الواضح او الاسقاط النجمي انه خلاص بالفعل خلص الطريق ووصل للحرم او المسجد، يأما بقى شايف الكعبة امامه، يأما بيعمل عمرة او حيستعد للصلاة او للعمرة، او قاعد بس كده بيتفرج مش اكتر، وبيكون حاسس باجواء مختلفة في الحلم غير اي حلم اخر، وبيكون حاسس كمان بالمكان كويس بتفاصيله، حاسس بملمس الارض، بسقوعية الارض، الرخام بتاع الحرم مثلا، او النفس بتاع الناس اللي حواليه. ممكن كمان يشوف المساجد دي جنب بيته في المنام، او ان بيته جزء من المساجد دي، او انه مثلا يفتح الشباك يلاقي في المنام انه العمارة بتاعته بتطل على الاماكن المقدسة دي، وده مش موجود في الواقع. الرسالة دي معناها ان الروحانات العلوية والحماية الالهية بتقولك انك ماشي على الاوراد الصح، وانك تمام، واستمر في اللي انت بتعمله لان انت في مرحلة كويسة جدا. بس اهم حاجة بقى ان الرسالة دي تكون بتظهر لك وانت فعلا بتعمل اورادك وملتزم وروحاني كده محترم في نفسك وطيب وقلبك صافي ومش بتأذي الناس لا فعلا ولا قولا، وتكون المنامات دي بتظهر لك كتير، يعني 10 او 11 مرة في السنة مثلا. ليه انا بقول لازم تكون بتظهر لك وانت بتعمل اوراد؟ لان هي لو ظهرت للناس التانية اللي ما بتعملش اوراد بيكون ليها معاني تانية خالص، وبتختلف حسب سياق الحلم، تختلف حسب طبيعة وشخصية كل بني آدم بيحلم. ثالث رسالة مهمة معانا هي الإذن الإلهي. الإذن الإلهي ده بيغنيك عن الإذن بتاع المشايخ في عمل الأوراد. في أوراد قوية ومهمة لازم تتاخد عن طريق إذن من المشايخ الكبار أو من ولي صالح عشان تعملها. هتقولوا إيه ده؟ بس الأوراد والأذكار دي حاجة لله، ليه ناخد إذن من حد؟ الاذن مش معناها انه انت يعني لازم تستأذن. الاذن ده بيكون في حالات معينة، يعني مثلا روحاني مبتدئ قوي وبيكون عليه عوارض وبيكون لسه مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، ولو بقى دخل في الاوراد كده الكبيرة القوية وهو مش فاهم حاجة وشاف التجليات بتاعت الاوراد دي بدون ما بيكون فيه شيخ بيتابعه، ممكن قوي يفهم التجليات دي غلط او يعمل اخطاء وهو عنده عوارض تسبب له اذى. هنا لازم يكون في حد بيتابعه وبيلزمه، لكن في ناس بيجي لها إذن رباني ومش محتاجين أذنات من حد.
طب ازاي يعني الاذن الرباني ده؟ مثلا ان هم يلاقوا نفسهم في اكتر من منام بيرددوا ورد معين، مثلا صورة او ذكر او تسبيح او اسم من اسماء الله الحسنى، كل فترة يجي لهم نفس المنام ده، او يلاقوا نفسهم من جواهم حتى في اليقظة عايزين يعملوا ذكر معين او بيرتاحوا لذكر معين او بيشوفوه قدامهم كتير في التلفزيون في النت في كل مكان. هنا معناه ان هم اخدوا خلاص اذنهم من ربنا سبحانه وتعالى، وان الورد اللي جالهم ده هو المناسب ليهم والتقتهم والمفروض يستمروا عليه. طيب بقى بالنسبة للناس اللي بتجيلها أوراد كتير، يعني كل فترة يحلموا بورد مختلف عن اللي قبله، لو لقيتوا الأوراد عمالة تكتر عليكم في الأحلام بشكل غريب وفي فترات متقاربة، اعرفوا ساعتها إنها عوارض بتحاول تشتتكم عن الورد اللي ريحكم قبل كده. طبيعي الإنسان يغير الورد بتاعه من فترة للتانية، بس الفترة دي مثلا نقول 6 شهور، سنة، سنتين، حسب تغيرات الطاقة بتاعتك، لكن مفيش إنسان الطاقة بتاعته بتتغير كل شهر. فلو أنت كل شهر بتشوف ورد شكل في الأحلام، وقتها اعرف كده أن العوارض الشيطانية عندك فهمت أن الأوراد القديمة بتاعتك كويسة قوي مناسبة ليك جدا، فابتدوا يشتتوك ويخلوك تظهر لك أوراد جديدة ومختلفة عشان تسيب الحاجة اللي في إيدك. الرسالة الرابعة هي ظهور ولي أو شيخ معين في أحلامك، ويكون الشيخ ده معروف، يا إما بقى معروف بالنسبة لك، يا إما معروف بالنسبة للمحيط بتاعك أو للعالم كله. وقد يكون الولي أو الشيخ ده حي أو ميت. الشيخ ده بيظهر لك مرتين ثلاثة في أحلام مختلفة، يا إما تشوف نفسك قاعد معاه أو بتصلي وراه أو بتشوفه لمحة كده، بتلاقي صوره بعد كده بتتكرر معاك على النت على التلفزيون في كل مكان بعد كده في اليقظة. في ناس مثلا بتشوف في أحلامها الشيخ الشعراوي وده شيخ ميت، في ناس بتشوف الشيخ مثلا علي جمعة وده واحد معروف وحي. ممكن أولياء أنتم تعرفوهم شخصيا كانوا مشهورين في المنطقة بتاعتكم مثلا، لكن مش مشهورين بالنسبة مثلا للتلفزيون. المهم يعني الشيخ أو الولي اللي بيظهر في حلمك سواء حي أو ميت معناها أنك تتبع نهج الشيخ ده، لو له كتب أو أوراد معينة اختار طريقة من طرقه في الأوراد، ولو قدرت تقابله شخصيا لو هو عايش يعني وعلى قيد الحياة هتعرف ان حل المشاكل بتاعتك او الورد بتاعك هيكون مع الشيخ ده. الرسالة الخامسة، اغلب النورانيات بيجوا في الاحلام معاهم خير كتير، يا اما مثلا على شكل طعام جميل، سندوتشات او فواكه او حاجات كده حلوة، او بيكونوا مبتسمين، وانت اول ما بتشوفهم بتبقى عارف كويس ان هم مش بني ادمين رغم ان هم بيكونوا ظاهرين في شكل اشخاص عاديين، بس انت من جواك بتبقى عارف في المنام ان دول نورانيات وروحانيات وبتكون مبسوط جدا حتى لو هم بيتكلموا معاك في حوار عادي سواء بقى في الاسقاطات النجمية او في المنامات. بس انت بقى بتقوم من المنام وانت كان نفسك المنام يطول اكتر من كده، لانه اصلا في الحقيقة ما بيكونش منام، بل بيكونوا متواصلين معاك بجد بحق وحقيقي عن طريق عالم الاثير. الرسالة دي بتكون معناها ان هم قربوا جدا يكونوا ملازمين ليك ويبلغوك اجابات لكل اسئلتك لما تحتاجها، لكن مطلوب منك ما تحكيش لحد هم بيطلبوا منك ايه ولا بيساعدوك في ايه، والمفروض تفهم رسائلهم لوحدك بمرور الوقت. صعب جدا ان حد يفيدك لان هم دايما هيكلموك باللغة اللي تناسب عقلك الباطن، ودي صعب اي حد جدا ان هو يعني يفيدك فيها. الرسالة السادسة ان في اشخاص بتظهر لك باسم من اسماء الله الحسنى، يعني مثلا تلاقي زي ما حصل معايا كده واحد اسمه عبد الفتاح كل شوية بيطلع لي في المنامات، ممكن تلاقي انت واحد بيطلع لك اسمه عبد البصير كده، يعني دي بتكون انك معناها انك لازم تاخد الاسم ده ورد ليك لانه هيفيدك، يعني بيطلع لي عبد الفتاح فانا اخدت اسم الله الفتاح وبقيت بردد الفتاح يوميا. الرسالة السابعة، بتلاقي نفسك في المنامات مش بتعرف يعني سوري انك تدخل اي حمام، يا اما تلاقي الحمامات ناقص فيها حاجة، مثلا باب مش بيفتح، التويلت مش شغال، او تلاقي مثلا التويلت من غير باب اصلا، في حاجة غلط في الحمامات عموما بحيث تكون غير صالحة للاستخدام، وتلاقي المنام ده بيطلع لك كتير بس على شرط ما تكونش اصلا نايم وانت عايز تدخل الحمام. ساعات العقل لما بيلاقيك لازم تدخل الحمام وانت مثلا مرضتش تدخل يوم عامل لك الاحلام دي عشان تقوم تصحى تدخل الحمام، لكن لو انت اصلا نايم وعادي وشفت المنامات دي وانت بتعمل الاوراد اعرف ان الرسالة هنا بتقولك ان خلاص طريق النجاسات والناس المش تمام والحياة المادية اللي كلها شهوات في طريقها للانغلاق تماما من حياتك ومش هتعرف ابدا تدخلها تاني.
الرسالة التامنة ممتدة من الرسالة السابعة، دي بتشمل كل الأحلام اللي فيها شهوات أو انطلاقات. يعني في ناس كانت بتقول لي في الاستشارات إن هي ما بتصدق تنام عشان تحلم بقى إنها في علاقة حميمة، بيكون عندهم كبت مثلا أو حاجة، أو عايزين يشوفوا ستات ولا معرفش إيه. الأحلام دي بعد تعمق الروحاني في الطريق بتاعه بتختفي تماما، بيلاقي نفسه متعفف في المنام، بيلاقي إن هو مش عارف يكون زي زمان في الأول في الأحلام خلاص، رغم إنه بيكون عارف إنه جوه حلم وإنه مش هيتحاسب عليها، لكن حتى لو الحاجات دي ظهرت له في المنام بيرفضها خلاص. الروحانيات بتقوله أنت كده أصبحت واعي في كل الأبعاد الروحية، مش هينفع تعك تاني. دي أغلب الرسائل المهمة اللي بتظهر طول ما أنت ماشي في طريق الروحانيات، اوعى تتجاهلها وافهم معناها. وإن شاء الله هبقى أعمل حلقة تانية لرسائل تانية مختلفة، بس حبيت أقول لكم الرسائل الأولية اللي بتظهر. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعموني باللايك، وبالنسبة للزوار الجدد لو عجبكم محتوى القناة وحبيتوا تشرفوني بأرواحكم الجميلة، ما تنسوش زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.